يا باشا مساء الخير يا جماعه. اهلا يا رشدي باشا. عزيرو شرفا. عرفت منين انها عزيرو؟ لانها جايه من اجنس طوالي. انهي اجنس فيهم؟ بتاع بحري. عيني على بحري. قريت القبه يا ابراهيم بيه؟ برافو عليك يا فرغلي باشا. ده انا متخيل كده الناس ايديها هتتقطع من التسقيف. يا سلام، منتهى البلاغه. ولا كاني سبت السياسه يوم واحد. فعلا. الحقيقه يا جماعه انا كنت فاكر انها راحت علينا خلاص زي سوارس، انما اتضح انهم ما يقدروش يستغنوا عننا بعد ما خربوها يا رشدي بيه. بيه؟ بيه ايه يا فندم؟ انا مش قلت لك 100 مره ان انا كنت لازم اخد البشويه لولا الثوره؟ قول له يا اسماعيل بيه. ما تزعلش يا رشدي باشا. يا ابراهيم بيه ما يقصدش يزعلك ابدا. قول لي ايه افكارك اللي انت ناوي تعرضها في برنامج على النص يا بتاعك؟ تحب تسمع ايه يا اسماعيل بيه؟ انا عندي افكار تسد عين الشمس. تصور بقالي 30 سنه بحلم. اول حاجه الارض اللي نهبوها من اصحابها لازم ترجع تاني. فعلا الغاء قانون الاصلاح الزراعي. مش كده وبس، احنا لازم نطلب تعويض عن المدة اللي فاتت كلها. لازم كل شيء يرجع زي ما كان. مفيش جمعيات زراعية، مفيش قطاع عام. فعلا الغاء القطاع العام. عرفونا بقاف عين. عين. شوفوا يا جماعة، الثورة وقعت في خطأ فاحش. بيقولوا ان احنا بلد صناعي. صناعي ده ايه؟ خلوا الصناعة لأربابها. إلغاء الصناعة، الميكنة. فعلا هي دي اللي جابت لنا الكافية. قال إيه؟ عايزين ننافس الصناعة الغربية. ولد أهلي. أنا عندي رأي يا جماعة، إحنا بلد بتاعتنا ممكن تكون أحسن بلد سياحية في العالم، فالمفروض إن الاقتصاد بتاعنا يتجه للسياحة. يعني البلد تتملي لوكندات، كازينوهات، كابريهات. حلوة الكباريهات دي، ركز عليها يا اسماعيل بيه، بس وحياتك ترخص لنا الويسكي. ده مش كده وبس، ده انا من رايي لازم بيوت الدعاره تتفتح رسمي وتبقى تحت اشراف الدوله، وده يبقى قاف عين. لا لا يا اسماعيل بيه، انت اراءك تقدميه زياده عن اللزوم. اعوذ بالله. ما هي كلها موارد للدوله يا ابراهيم بيه. لما الدولة تشرف عليها هتراعي الناحية الصحية وهتفرض عليها ضرائب إنتاج. أنا أضم صوتي لصوتك يا إسماعيل بيه. ملعون أبو التصنيع، التصنيع قال. فلتحيا اللوكندات، فلتحيا الكباريهات. السائح يا رشدي باشا اللي يجي بلدنا لازم يتمتع بكل حاجة فيها. الحكاية مش حكاية أثار وبس، لا 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 لا، لازم يتمتع بكله، كله. كله على كله. ولما تشوفه بقول له. يعني السايح من دول يروح بلدهم مفلس، اه لكن مبسوط.
تارك اصغر. يا رايق انت يا رايق، اهو ده التخطيط ولا بلاش؟ امال ايه يا جماعه؟ هي السياسه لعبه؟ بيقولوا في المثل ادي العيش لخبازه ولو ياكله كله يا بسبوستي. والله زمان على الكلام ده يا جماعه. سبحان الله، يحيي العظام وهي رميم. الله، انت ايه اللي معادك هنا يا حكم الزمن يا من امتى؟ من اول ما شفتك. وايه اللي عرفك اني هخش الاوضه دي؟ لان دي الاوضه الوحيده اللي لقيتها فاضيه. يعني انت مال ايدك مني اوي؟ طبعا. ايش معنى؟ لان الرجاله اللي بره كلهم مضروبين. انت باين عليك شقي قوي يا الصيت ولا الغنى يا. زعلتي من كلام رشدي؟ هو كلامه بالطريقه دي؟ بالعكس، ده انا كنت متصوره انه هيقابلني اوحش من كده. على فكره انا بكره ان شاء الله هروح اشوف ده دمه الخير، وبالمره اشوف الارض بتاعتي. وماله حبيبتي؟ بس انا بكره مش هقدر اجي معاكي عشان جايلي ضيوف، لكن هقول لعادل عشان يجي معاكي. يا سلام يا عمتي، اما نفسي بشكل اشوف ام الخير. ياما بابا كلمني عنها. اتفضلي. انا عادل يا كلام الخير. خطوة عزيزة يا ولدي، اتفضل. مين معاك يا دناي؟ دي نادية بنت عم اسماعيل. اسماعيل؟ نادية؟ مش معقول. نظري، قربي لي يا بنتي، قربي لي يا بنتي. ازيك يا دادا؟ شايفاك بقلبي يا غالية يا بنت الغالي. بابا حكالي عنك كتير قوي. ابوكي ابني، ام الله يرحمها، فاتتهولي وهو عمره 5 سنين. تعالي استريحي، تعالي استريحي يا خالد، تعالي. الحبايب فادوني وراحوا يا بنتي، لكن الحمد لله ربنا عوض صبر خير وبعتك ليا. استريحي. شفتي يا عادل؟ كل حاجة زي ما هي، الفرن، سبت العيش، والشباك البحري، والمرجيحة، كل حاجة زي ما سابها يا بنتي، زي ما تكون قاعدة مستنية يرجع. هي الأوضة الضلمة فين يا دادا؟ أنا نفسي أشوفها. فاكرة لما كنت بتاخدي بابا فيها وهو صغير في رمضان تأكليه والناس كلها صايمة؟ الله يرحمه، طول عمره كانت دماغه ناشفة، كان لسه عنده 6 سنين
وعاوز يصوم زي الراجل الكبير. تعال تعال يا حبيبتي وانا افرجك معاك. سنين وانا بستنى اليوم ده يا بنتي. الحمد لله اللي ربنا بعتك لي قبل ما اموت. ايه ده يا ده؟ دي حاجتك كلها يا بنتي، حجة الأرض والدار، فلوس أبوكي، إيراد السنين اللي فاتت دي كلها، كنت شايلهم له لغاية ما يرجع. بس ده كتير. خير أبوكي يا ضنايا، إلا من حقي يا نادية يا بنتي. نعم. أنتِ قاعدة فين؟ قاعدة معانا يا خالة. طب وليه كده يا ضنايا؟ ليه ما جيتيش على هنا؟ ليه ما جيتيش على دارك يا بنتي؟ أصل الحقيقة أنا مش هقعد كتير، هبيع الأرض وأسافر على طول. تبيع الأرض؟ ليه يا بنتي كف الله الشر؟ هرجع اليونان بلدي. بلدك؟ بلدك ده إيه يا بنتي؟ ليك هناك أرض فيها؟ لا يا دادا. خلاص ما تبقاش بلدك، بلدك هي البلد اللي يبقالك ارض فيها. شوفي يا دادا، انا هبيع الارض صحيح، لكن هسيب لك البيت زي ما هو، واي حاجه توزيها انا تحت امرك. الله يسامحك يا بنتي، انا خلاص العمر ما بقاش فيه واي حته تويني. انا بتكلمش عن نفسي يا نادية، انا بتكلم عليك انت يا بنتي. عاوزه تبيع ارض ابوكي اللي بقالي 30 سنه محافظالك عليها. ده انا كنت فاكراكي هتزوديها. بس يا دادا انا هعرف اعمل فيها ايه؟ ممكن تشرفي عليها وتراعيها واحنا كلنا تحت امرك. قول لها يا ابني خليها تحط عليها في راسها. المرحوم ابوكي قال لك بيعي الارض؟ لا. خلاص يا نادي، يبقى مش من حقك تبيعيها. شوفي يا نادي يا بنتي، الارض عندنا زي العرض، ما نفرطش فيها ابدا. انت بنت ابو عبد الله ولا بنت الخواجاية؟ بنت ابو عبد الله طبعا. انا يا دادا ما شفتش ماما. خلاص يبقى هنا بيتك ومطرحك، من الصبح تيجي تقعدي في دارك وتراعي مصالحك. ما كنتش متصورة اني حلق العواطف دي كلها. شفت قد ايه ده دم الخير بتحبك. ماما كمان بتعتبرك بنتها. احنا كلنا حبيناك يا نادي. مش ممكن نتصور ابدا انك هتسيبينا تاني بعد ما ابتدينا نشوفك في وسطينا ونتعود عليكي. لأول مرة في حياتي احس بالاحساس ده. عادل، انا ما بقتش ضايعة خلاص. انا بقالي وطن. محدش ممكن يقدر يحس بمعنى الكلمة دي إيه اللي اتحرم منها. أنا فاهم إحساسك ده يا نادية، فرحان بيه جدا. بس أنا خايفة يا عادل. خايفة؟ خايفة من إيه؟ خايفة لحياتي تبقى زي حياة بابا. لا يا نادية لا، صدقيني لا. نادية أنا هفضل جنبك طول حياتي.
رمزي قوم يا رمزي بقى اتنين بعد الظهر. ياه هتفضل نايم لامتى يا اختي؟ سيبينا ماشي بقى. انت بتشبع من حاجه ابدا؟ قوم ده انا لحقت انام لبكره اخر النهار. هدت هدت. هو الواد ده مش هيصحى ولا ايه؟ الساعه بقت 3. يوه يا باشا مستعجل على ايه؟ ما تسيبه براحته اكتر من كده. ما هو ماسكين طول الليل ما نامش. عارف سامعه صباح ابن البجور. يا لهوي يا رمزي ايه اللي انت عامله في روحك ده؟ اسكت انت. صباح الفل يا بوب. ايه اللي انت لابسه ده؟ اهو ايه اللي لقيته قدام يا بوب؟ هي اي حاجه تلاقيها قدامك تلهفها كده؟ مفيش يما ارحميني. ابن الوز يا بوب. بوب امشي هات له حاجه البسها. حاضر يا بوب. امشي. حاضر. الظاهر انها هترسي انك تشتغل هنا مع فكيها. اهلا. صباح الخير يا باشا. صباح النور يا اختي. يا لهوي يا ابني ايه حته قشطه مصفيه وزي الجاموسه القرشانه. بعدين يا بوب احنا هنقطع على بعض؟ ما قلتليش نويت على ايه؟ في الانتخابات يا ابني. الانتخابات لسه بدري عليها. بدري مين يابا؟ احنا لازم نبتدي من دلوقتي. انا خلاص بقيت على الحديده. ما عندكيش فكره يا ناديه قد ايه احنا تعبنا في تجهيز الارض دي وحفر الاساسات. زي ما انت عارفه يا ناديه دي كانت ارض ابويا. يعني ارض زراعيه صعب عليها بنى مصنع كبير زي ده. طبعا زي ما انت عارفه علشان منسوب الميه عالي. لكن الحمد لله يا ناديه ادي احنا حققنا فكرتنا اللي كانت في يوم من الايام مجرد حلم. الحكومه ساعدتكم؟ لا المصنع ده اللي عمله اهالي البلد كلهم. كل واحد ساهم باللي يقدر عليه. ناس اتبرعوا بالارض وناس اتبرعوا بالفلوس. بقول ايه يا عادل؟ انا مش خلاص بقيت واحده من البلد؟ طبعا يا نادي ودي عايزه كلام. عشان كده انا هحط كل فلوسي معاكم. إخواني أقدم لكم بكل فخر الرجل الذي عاد، أحد الذين قالوا وسيقولون لا وألف لا. أقدم لكم بكل فخر المناضل الكبير والوطن الشريف. أقدم لكم بكل فخر العدو الأكبر للاستعمار والاشتراكية والرجعية والديمقراطية والإمبريالية. تحيا يا الإمبريالية. تحيا يا الإمبريالية. ما كنتش أعرف إن يا رمزي أخوك خطيب فصيح للدرجة دي. لا يكسفك يا رمزي، على أي حال يعملوا اللي يعملوه، المهم إن إحنا ننفذ خطتنا. لقد خرج الأسد من عرينه ليعيد الحق إلى نصابه. إنه الرجل الذي قال لا لأعداء الحرية ولأعداء الإنسان. الرجل الذي قال لا لحرب فيتنام والحرب الشرق الأوسط والأقصى والأدنى. إنه أبي العظيم. نعم أبي أنا، أبي فوق الشجرة. تحيا الشجرة. تحيا الشجرة. وليسكت النخل. وليسكت النخل. والآن إليكم أبي. أيها المواطنون، أهالي بلدتي الكرام، إنه لا يسعدني ويشرفني أن أبدأ عهدي الجديد معكم. عهدي الجديد معكم على الخير والمحبة. على الخير والمحبة. وأنا لا أكثر الكلام. وأنا لا أكثر الكلام. وأنا لا أكثر الكلام.
وانا لا اعرف الكلام. انا لا اعرف الكلام وانما اعرف العمل. انما اعرف العمل. العمل الجاد. العمل الجاد. العمل المثمر. العمل المثمر. العمل المثمر. العمل المثمر. يحيى القرع المثمر. يحيى القرع المثمر. يحيى القرع المثمر. يحيى القرع المثمر. اخواني يسعدني ان اقدم لكم برنامجي. اخواني يسعدني ان اقدم لكم برنامجي. انه يتلخص في كلمتين. انه يتلخص في كلمتين. محاربة الاعداء الثلاثة للانسان. محاربة الاعداء الثلاثة للانسان. الفقر والجهل والمرض. الفقر، الجهل، المرض. اما بالنسبة للعدو الاول. اما بالنسبة للعدو الاول. فسأبني بيوتا جديدة للفلاحين. فسأبني بيوتا جديدة للفلاحين. وأوفر الطعام لكل فم. وأوفر الطعام لكل فم. لكل فم. لكل فم. لكل فم. وأن أحارب الغلاء. وأن أحارب الغلاء. أما بالنسبة للعدو الثاني. أما بالنسبة للعدو الثاني. أما بالنسبة للعدو الثاني. أما بالنسبة للعدو الثاني. اما بالنسبة للعدو التاني انتهى. هي كمان بيروح مني. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ انا هرخص لكم اللحمة والسكر والشاي. هتاكلوا كل يوم لحمة، هتفطروا لحمة، وتتغدوا لحمة، وتتعشوا لحمة. داعي الله. اخواني اخواني، لقد قرر أبي التبرع بقطعة الأرض اللازمة لفتح الطريق إلى المصنع. مش كده يا بابا؟ عقبك كده يا أبو زليخ. وافق وافق. هو بيت في أي؟ وافق. موافق موافق موافق. عادل، إيه رأيك في نادية؟ من جهة إيه؟ ما تلفش عليا، انت فاهمني كويس. اه جواز يعني؟ يا ريت يا عادل. يا امي انت عارفه انا مشغول قد ايه. انا مش عايز اظلم ناديه معايا دلوقتي. طب ليه ما تخطبهاش وبعدين تتجوزوا؟ الجواز يعني استقرار، وانا لغايه دلوقتي مش مستقر. مش عارف اذا كان المشروع هينجح ولا هيفشل. ابويا هيوفي وبعده معايا ولا لا، ما انت عارفاه. يعني هتعيش كده طول عمرك؟ لا مش طول عمري، لحد ما احقق اللي انا عايزه. بس ادعي لي انت يا قمر. يا بكاش. اهلا اهلا يا نادي. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ لقيتك ما بتسالش ولا تسال انا. معلش يا نادي، مشغول قوي قوي اليومين دول. انت بقالك اسبوع ما جيتش البيت. المرحله دي مهمه قوي يا نادي، لازم نخلص منها قبل شهر. ثم انت ما بتجيش ليه؟ انت مش خلاص بقيت شريكه في المصنع؟ مش مهندس، العربيه جاهزه. طيب يا احمد روح انت. انت وراك مشوار؟ نازل المينا عشان اراجع المكن اللي جاي من بره. يعني مفيش حد غيرك ممكن يخلص الموضوع ده؟ انت عارفه ان انا مهندس الشركه، وعلى اي حال انا مش هغيب. سالم سالم تعال يا سالم. الانسه ناديه قريبتي وشركتنا في المصنع. باشمهندس سالم صاحبي وزميلي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. معلش يا ناديه لازم امشي دلوقتي عشان الحق المينا قبل الساعه 2. سالم عايزك تفرج ناديه على المصنع على الاقل عشان تطمن على فلوسها. اتفضل. بعد اذنكم. اتفضل يا فندم. انا قلت اكيد حلاقيك هنا. انت فين يا استاذ؟ غرقان مع بوب في الانتخابات. في الانتخابات بس؟ ولزوم الانتخابات. وايه اللي معاك ده؟
دي عادة الشغل. انت ناسي اني هبقى وزير ثقافة في وزارة بوب؟ يعني انت جايب ده علشان تثقف؟ طبعا. انت مش قلت انك هتعلميني الرقص اليوناني؟ هعلمك. ده انا حتى ابتديت ازهق. حتى عادل اللي وعدني انه هيفسحني ويفرجني على اسكندرية ما بقتش اشوفه. بتحبيه؟ يعني لو كنت انا اللي قابلتك الاول كنت حبيتيني؟ رمزي ما تروق. انا ما صدقت اني انبسطت شويه. على رايك الناس اللي في بيتنا دمهم تقيل يزهقوا. حتى بوب اللي كان مسليني شويه السياسه تقيلت دمه ومزعل ناس كتير منه. ناس مين؟ حبايبه بتوع الليل. بتوع زمان. شكرا يا مسمار الحزن. مين؟ رمزي بيه؟ عاش من شافك. امال فين الباشا؟ الباشا مشغول بيبني مصر من جديد. عاش من شافك. هي السياسه وعداك انت رخر ولا ايه؟ مين اللي كان معاكي بره ده؟ انت بتغير يا حبيبي. بقول لك مين اللي كنت معاه ده؟ نعم يا سي رمزي. بقى تغيب غيبتك وتيجي بهيبتك؟ لا يا حبيبي انا مش ناقصاك وحياه ابوك. انت مش قلت انك بتحبيني يا بت؟ اسمع يا روح ماما، انا مش بتاعت حب. الدنيا علمتني ان الحب مش في القلب، الحب دلوقتي في الجيب. بتحبني يا روح بابا اصرف عليا، مش كل مرة تجيلي ايد ورا وايد قدام. انت عمرك ما حبيت يا نوما. امال ايه اللي وصلني للهباب اللي انا فيه ده؟ المنايل جوزي كان بيحبني وكنت بحبه. ده كان عنده قهوه بتجيب الشاي الفلان، ساب كل ده وقعد جنبي طول النهار يحشش وطول الليل يحب فيا لغايه ما بيعنا اللي ورانا واللي قدامنا. واديني قدامك اهو. رمزي اللي اعرفه. ماله رمزي اللي انت تعرفيه؟ في ايه وحش؟ انا ما قلتش انه وحش، انا اعرف بس انه شقي. ايه ده؟ سيبني اوعى، سيبني يا مجنون، سيبني اوعى. يا مجنون سيبني، بقولك سيبني. Thank you.
المره دي بقى مش لازم نسكت ابدا. هي وصلت يحلوا لنا الحزب كمان؟ الحزب بس؟ ده الحل وصلنا كمان. لا ده محلول من الاول. العمل احنا هنفضل ساكتين لامتى؟ احنا لازم نجيب عليها قضيها. اسمع، انت من بكره تروح الجامعه وتبتدي تهيج الطلب عليهم. بس انا خايف يمسكوني هناك ويقولوا لي تعالى امتحن في العلمين اللي كنت ساقط فيهم. الله ده ريال، انت مش قلت انك ساقط ايد وبس؟ احنا هنتريق هو ده وقته؟ ايه رايك يا رشدي باشا؟ بلاش كلام فارغ. لا ده مش كلام فارغ ولا حاجه يا رشدي باشا. البلد بلدنا واحنا طول عمرنا اللي كنا حاكمينها. هم عارفين ينيلوا حاجه. طب ورينا بقى شطارتك انت يا فالح. طبعا حوريك. في رقاصه ماتت هيطلعوا جنازتها بكره من عمر مكرم. والبلد هتبقى مقلوبه. سفراء ايه؟ وزراء ايه؟ وطبالين ايه؟ افهم من كده انك رايح تعزي؟ لا، رايح انقط. ودي فرصتي عشان انحشر بين الناس واقلبها لكم مظاهره. بس لازم تهتف بسقوط شارع الهرم وابو الهول كمان. طب يلا بينا بقى عشان نتكتك. نتكتك ما تشغلش بالك يا رشدي باشا ولا يهمك، كله هيبقى على كله. بابا فرحان طبعا. يا بابا انا قلت لك الف مره بلاش تعيش في اوهام، الزمن عمره ما بيرجع لورا. لا هيرجع، الحزب حل نفسه في 60 داهيه، لكن انا موجود وعمري ما هخلي حد يفرح فيا ابدا. يا بابا انت غلطان، محدش شمتان فيك ولا حاجه، ده اهل البلد بيحبوك جدا. بيحبوني؟ بيحبوني من امتى؟ من ساعة ما بعتله بالأرض اللي هيبنوا عليها المصنع. قلت لي. قصدك إيه يا بابا؟ مفيش أرض ومفيش مصنع. إزاي يا بابا؟ ده كل أهل البلد عارفين إنك كنت بعت لهم بالأرض. يتفلوا. يا بابا، يا بابا أنت أكبر من كده، مش معقول تسحب كلمتك، أنت طول عمرك راجل. عادل عادل اخص عليك يا عادل، تيجي البيت وما تسألش عليا. اهلا نادي. مالك يا عادل؟ انت كنت بتتخانق مع عم رشدي؟ ايوه. ليه كده يا عادل؟ ده من ساعة ما سمع ان الحزب اتحل وهو تعبان خالص. ده تهريج وكلام فارغ، لكن انا مش هسكت. هتعمل ايه؟ هرفع قضية ضده وهاخد الارض غصب عنه. ازاي تقول الكلام ده يا عادل؟ انت ناسي انه ابوك. انت اللي بتدافع عنه يا نادية. ده اب يا عادل، ما تبقاش قاسي عليه، حاول تفهمه. حاولت معاه كتير، لكن هو ما بيفكرش غير في نفسه بس يا نادية. انت عارفه لو المصنع ده ما اشتغلش معناه ايه؟ دي البلد كلها مشتركه فيه، في ناس كتير بقت عفشاه وكل اللي حلتها عشان تساهم فيه، يجي هو يقضي على كل ده بكلمه واحده، وعايز انا ما اسالش منه. الاب عمره ما يتعود يا عادل. انت ازاي تدافع عنه وهو السبب في اللي جرى لابوكي واللي جرى لك انت كمان؟ انا كل اللي بطلبه منك انك تراجع نفسك. خلاص يا نادي خلاص، هو خد قرار وانا خدت قرار. ان البيت ده ما اتبناش على حب. مين عارف، يمكن لو كنت اتجوزت ابوكي ما كنتش وصلت للي انا فيه دلوقتي. زي الفل يا فتيحة. اهلا وسهلا رمزي بيه.
في البشوات؟ ايه انت حليت الحزب انت اخرى؟ لا اصل النهارده اجازه. امال فين البت هنومه؟ هنومه هنومه اصلها ايه؟ اصل ايه يا معلم؟ اصل ايه؟ هنومه اصل ده حد؟ طب اوعى خلينا اتفرج. مش بره بيت. خليك يا نومة. عاوز ايه يا ولد؟ هتخرجي ولا كسر دماغك؟ اخرب شيطانك يا بوب كده برضو تعملها من ورايا. انت راخر جاي تتشفى فيا؟ اخص عليك يا بوب، انا برضو هتشفى فيك. وعشان ايه؟ عشان الحزب اتحل؟ ما يتحل في 60 دقيقة يا بوب. فوق لنفسك يا بوب، انت مش محتاج لاحزاب، ده انت حزب لوحدك. اخوك شتمني. معاش انه يكلمك كلمة وحشة. يعني انت مش زعلان مني؟ عشان البنت هنومة يعني؟ انا ما اخسرش ابويا عشان مارة. انت اللي ابني صحيح. انا ماليش غيرك يا رمزي. ماليش غيرك. عشان تاخدي بالك كويس من بوب. Thank you.
ايه ده؟ نادية انت سكران؟ انا بحبك يا نادية، بحبك. سيبني اوعى. انا خلاص ما بقاليش في الدنيا غيرك، مش مستعد اخسرك انت. سيبني يا مجنون، سيبني نادية. بقول لك سيبني نادية. هرزي اطلع برا. أنا مش ممكن أقعد هنا يا عمتي. عندك حق. المجرم طالع زي أبوه تمام. والحل يا عادل؟ مفيش غير حل واحد، إننا نرفع قضية على أبويا، وأكيد المحكمة هتحكم لصالحنا. مش كده ولا إيه يا عزمي؟ القضية مضمونة، خصوصًا إن إحنا هندفع التعويض المناسب. يبقى بصفتك محامي الشركة تبدأ إجراءات القضية من دلوقتي. بس يا عادل مفيش بس ولا حاجة. لو في حل تاني قولوه. كل يوم بيعدي بيعرض الشركة للخسارة. المصنع لازم يشتغل خلال شهرين. انت مستني ايه يا عزمي؟ خد عربيتك وانزل البلد دلوقتي على طول. عادل، انت فكرت كويس في اللي بتعمله ده؟ بالتأكيد يا سالم. انا مش مستعد اضحي بمصلحة اهل البلد عشان خاطر انانية ابويا. هي عادل، انت صعبان عليا. مش سهل الواحد يخسر ابوه. هو اللي دفعني لكده. تنسيت ان هو اللي وعدني بالارض دي قدام الناس كلها؟ بس ابوك مش هيسكت يا عادل. ان شاء الله ما سكت، وانا كمان همشي معاه لاخر السكه. لو كل واحد فينا فكر في مصلحته بس، يبقى عمر البلد دي ما هتتقدم. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا ابني. نادية هنا؟ لا يا حبيبي، دي من صباح ربنا وهي في الغيط. عقبال كده ما ناكل يوم فرحك ان شاء الله يا ست ناديه. صفحه الاول يا حاج، هي مش هتتجوز الشهر الجاي ان شاء الله؟ ان شاء الله. وطبعا يا ست ناديه انت ما انتش محتاجه عزومه. عزومه ايه يا راجل؟ ده انا هعمل لها فرح ما تعملش في البلد كلها. والله يا ست ناديه الواحد ما هو عارف يودي جمايلك دي فين. اتفضل. شكرا. ما تقولش كده يا حاج، كفايه ان كنت ما سبتوش يوم الخير من يوم المرحوم بابا ما ساب البلد. الله يرحمها يا بنتي. صباح الخير يا نادية. صباح الخير يا عادل. اتفضل يا عادل بيه. شكرا يا حاج سعد. نادية لو سمحتي. متشكرة على الشاي، عن اذنكم. اتفضلي. الظاهر انك مبسوطة في حياتك الجديدة. الحمد لله. نادية، انت سبت البيت ليه؟ ياه، انت لسه فاكر يا عادل؟ انا معرفش الا النهاردة. ايه اللي حصل يا نادية؟ مصمم انك تعرف؟ ما تفهموني ايه اللي بيحصل ده؟ اسال ابنك. نادية سابت البيت ليه؟ وانت مالك انت؟ ايوه انت مالك؟ ما في 60 داهيه. رصي. اسكت انت. انت السبب في كل اللي بيحصل ده. لا يا باشا مش هي السبب. السبب انت وابنك طالع زيك. اشطة بره. بره. انا طالع. اللي ما اقدرش اعيش في بيت قاصر زي ده. رمزي لازم اتجوزها يا بوب. انت جننت؟ عاوز تتجوز بنت عدوي؟ بحبها يا بوب، صدقني بحبها. انساها، سيبها له يبلها ويشرب ميتها. ده ابن امه، طلعته زيها. كان نفسي يبقى عندي ولدين مش واحد. انا بكرهه يا بوب، بكرهه. هو فاكر نفسه ايه؟ عشان بقى مهندس يعني؟ طز. انا احسن منه كده ولا ايه يا بوب؟ انت احسن منه الف مره. طز في الشهادات. انت عندك فلوسي كلها هتبقى لك لوحدك.
الارض اللي اخدتها الحكومه هرجعها تاني وهكتبها كلها باسمك. بس انا بحبها يا بوب. قلت لك ما تحبهاش. انا وانت ما نعرفش حاجه اسمها حب. احنا ما نعرفش غير القوه، والقوه هي حياتنا. فوق يا رمزي، فوق يا رمزي، والا هتضيع. بس انا برضو مش هخليه يتهنى عليها. موجود يا فندم. حظك حلو، يا دوبك الكيماوي لسه واصل النهارده. قولي لي بقى، معاكي حاجه تاخدي فيها؟ ايوه الجرار بره. أنيسة نادي، انا لما سمعت انك بتشتغلي في ارضك بنفسك ما تتصوريش قد ايه زاد اعجابي بيكي. ميرسي قوي. على فكره انا فوجئت لما قالوا لي انك بتشتغل هنا. هنا المشرف الزراعي بتاع الجمعيه، وشغلي في المصنع تطوع زي اغلب شبان البلد. قولي لي بقى افندم، انتي نويتي تقعدي معانا على طول؟ اذا كان ده يضايقكم. لا صحيح، بتكلم جد، لانك اتولدتي بره وعشتي طول عمرك هناك، يعني متعوده على جو تاني خالص. لا، هنا حاجه تانيه. هنا حسيت بالامان وبالحب. ما تتصورش بحس بالامان قد ايه لما ام الخير الست العاميه بتقوم في عز الليل علشان تطمن عليا وانا نايمه. ياما قدامك سكه سفر، بعد نقطتين، شهرين، اسبوعين، محطتين، قولي ان شاء الله. ده هنا؟ انت جيتي يا حبيبتي جدع كتر خيره. عارف ان انت محتاجه للكيماوي، جابلك شوالين وجه. انا خلاص جبت الكيماوي بتاعنا يا خاله. طيب يا بنتي، عن اذنكم اقوم الحق العصر. يا صبحه بنتي، يا صبحه. دستوركم يا اولاد، لا العصر يفوتني. هي دي المقابله اللي انا استاهلها؟ أنا اللي بسأل عليكي وبعرف أخبارك أول بأول. كتر خيرك. يا نادية، أنت محتاجة الراجل. لما تبقى أنت الراجل الوحيد اللي فاضل في الدنيا دي كلها، مش هفكر فيك. ليه؟ عشان إيه ده كله؟ لأني بحتقرك، والبيت ده ما تعتبوش تاني. فاهم؟ بتطرديني؟ ايوه بطردك. مش انا اللي انطرد يا ناديه، انا هتجوزك غصب عنك. فاهم يعني ايه غصب عنك؟ غصب عني ده ايه؟ انت صحيح زي ابوك بالظبط، بس انا مش زي امك، ضعيفه. عاملالها فرح ما يتعملش في اعيان البلد. مين جايباها؟ ولا بنات البنك؟ الف مبروك يا نادي، فرح حلو قوي. ميرسي يا سامي. عقبالك. عقبالك انت يا نادي. لا انا لسه بدري، لسه ورايا حاجات كتير. وراك ايه؟ ما انت عارف الارض ومشاكلها. بس ايد لوحدها ما تسقفش. انا اخواتي كلهم اتجوزوا وبقيت وحداني، والبيت بقى فاضي عليا. نادي انا حقيقي ما شفتكش غير مرتين ثلاثه، لكن اعجبت بيكي قوي. فكر يا نادي، اسألي عني. من غير ما اسأل عني، أنا سمعت عنك حاجات كتير قوي كويسة، تشرف أي راجل. لازم عادل أكلمك عنها. فعلا. صحيح اللي انا سمعته ده يا ناديه؟
سمعت ايه؟ انك هتتجوزي سالم. ايوه. يعني الحكايه جد؟ سالم شاب متعلم وكمان بيحبني، وانا محتاجه راجل يقف جنبي. بس يا ناديه انا اسمع يا عادل، احنا ما ننفعش لبعض. ازاي يا ناديه؟ ازاي تقولي الكلام ده؟ انت دايما بعيد عني، وعمرك ما فكرت فيا، لدرجه انك اديت فرصه لاخوك التافه يطمع فيا. ناديه انت عارفه ظروفي كويس، انا مشغول في المصنع، المشكله اللي بيني وبين ابويا. كان لازم برضه تقف جنبي، خصوصا وانت عارف ان انا وحيده هنا. ناديه صدقيني انا بحبك، وانا ما اقدرش اعيش في وسط عيله كلها بتكره بعض. لكن انت بتحبي سالم يا ناديه؟ انا مش صغيره يا عادل، وعارفه اللي بعمله كويس، ده لمصلحتنا احنا الاتنين صدقني. مالك يا ناديه؟ سرحانه في ايه؟ بفكر في الظروف اللي جمعتنا سوا. دي كانت اسعد لحظه في حياتي كلها. وانا كمان، انا محتاجه لك يا سالم، انا انسانه وحيده وخايفه، خايفه خايفه من المستقبل يا سالم. ازاي تخافي وانا جنبك؟ انت ما تصوريش يا ناديه انا بحبك قد ايه، انت بقيتي كل حياتي. انا حاسه وعشان كده مطمنه. يا ريت يا سالم الايام ما تبعدناش عن بعض. ليه بتقولي كده؟ انا عمري ما هتخلى عنك ابدا، ومفيش قوه في العالم هتفرقنا عن بعض. مصطفى حافظ ابو حسين. ايوه يا باشمهندس. حمل 12 كيلو ونص. بقيت الكميه يا معلم يا باشمهندس. يا ابو حسين ماشي حالك بالكميه دي لمده اسبوع عقبال ما توصل الطلبيه الثانيه. ربنا يخليك ويعمر بيتك يا امير يا ابن العمره. اللي بعده. ايوه. رمزي. ايوه رمزي يا ابن ابو ربيع. مالك لونك اتخاطف كده ليه؟ ايه اللي جابك هنا يا ابن الباشا؟ ابن باشا غصب عنك وعن اللي خلفوك. اسمع انا جاي احذرك، ابعد عن سكه ناديه. بس ناديه بقت خطيبتي. احنا بقى بصراحه نسبك ما شرفناش. امشي اطلع بره، امشي. شوف بقى ناديه دي تبقى قريبت انا، ومش هسمح لأي مخلوق يهوب ناحيتها، أنت فاهم؟ اوعى أنت وهو، وأنت الجاني على روحك يا ابن أبو ربيع. ميرسي يا سالم، بس أنا مش عايزاك تزعل من اللي عمله رمزي. رمزي؟ رمزي ده تافه، مش لازم حتى نتكلم عليه. قولي لي بقى. نعم. هنكتب الكتاب امتى؟ خد كمان الشاي الاول. يوم الخميس الجاي؟ زي ما انت عايز. ايه؟ طب هستأذن انا بقى. لسه بدري. الحق افرحهم في البيت قبل ما يناموا. Thank you.
سالم ابن ابو ربيع. انت بتقول ايه؟ هو ده اللي حصل. قتلته. قتلته. قتلته ازاي؟ بالمسدس ده. شفته خارج من عند ناديه ابو بطش. حذرته قبل كده ما سمعش كلام. حد شافك؟ لا. طيب مالك؟ بتتفرج كده ليه؟ وشك زي الليمونه. روح اغسل وشك. خش اقعد وسط الناس. اوعى يبان عليك اي حاجه. انت قاعد هنا من الصبح فاهم؟ روح ابعت فجيه. يلا رمزي. فين؟ رمزي فين؟ في ايه؟ رمزي ابنك قتل سالم ابن ابو ربيع. بتقول ايه؟ قتل سالم ابن ابو ربيع. سالم مات. سالم اتقتل وابنك اللي قتله. ليه؟ منهم ايه؟ نادية. انت متأكدة من الكلام ده؟ إلا متأكدة يا سعادة البيدي. جريمة قتل ده يا حبة عيني ما يقدرش يذبح فرخة. ده ابن ماشي يا سعادة البيت. كان عندك بيعمل ايه؟ ده كل الناس دي ما كانت بتعمل. انا بقى بحب الناس والناس كلها بتحبني وعشان كده بيجوا يسهروا عندي. بلك انت لو شرفتني يا سعادة البيت هتلاقي عندي اعيان البلد. حرزار ده اجراء غير قانوني وانا حبلغ وزير الحقانيه شخصيا بشرفي شخصيا. انت اسمك ايه؟ اسماعيل بيك ثابت. الاسم الثلاثي بدون القاب. بدون القاب. اسماعيل ثابت مفصلي. انت بتشتغل ايه؟ بشتغل ايه؟ عضو حزبي منحل. عضو حزبي؟ هو ايه اللي وداك مكان زي ده؟ ايه فيها ايه؟ كنا بنعمل دعايه انتخابيه بنقوي بيها الحزب. فعلا انا شفت رمزي ابن رشدي باشا كان معانا هناك من المغرب. الله، هي الزيارات ممنوعه يا حضرة الضابط؟ الزيارات مش ممنوعه. امال ايه؟ بس المخدرات والدعاره واخفاء المجرمين هم دول الممنوعين. هناك خطأ في اجراءات المعاينه والقبض والجرجره. ثم احنا ناس مش مسخره. طب انت كنت هناك بتعمل ايه؟ انا كنت بحلم بمستقبلي السياسي وصحيت لقيت نفسي كده. ابراهيم بيه؟ نعم. نام تاني. بس قولي لي يا فكيه. نعم يا بيه. هو كان عندك بالنهار كمان؟ مش كان عندي بالظبط. كان ما تنطقي يا بنت هنومه. ايه الحكايه يا هنومه؟ رمزي كان معايا طول النهار في البندر يا بيه.
كنتوا بتعملوا ايه؟ يوه كنا بنتفسح بنشم هوا، ولا ده كمان ممنوع؟ خدهم يا عسكري بقيتهم في الحجز عبال ما نعرضهم على النيابه. حجز؟ حجز ايه يا حارس ظابط؟ وانا عربيه نصر؟ اسمعين بيا نصر، فيت من هنا. يلا حاضر يا مونتي مارش. ايه دي حاجه تجنن يا عم. يلا يا عسكري امشي يا فين؟ اهي انت يا فين؟ هي ايه يا بيه؟ جمال. جمال ايه بقى سعادة البيه؟ اللي بدلتوها. اه اهي فين؟ في الجمال. ما تستعبطش يالا طلعهم. طب ازاي؟ مش انت اللي بدلتهم؟ ايوه بيه بس اتلخبطوا على بعض. بدلتهم ليه؟ واشمعنى التلات جمال دول بالذات؟ اقول لك يا بيه وما تقولش لحد. قول يا جلجل ما تخافش. اصل الجمال بتوعنا كان عندهم اسهال فبدلتهم بجمال عندها امساك عشان توزن. وانت اسمك ايه؟ صباح. قومي امشي روح. ده انا لسه انت خطنت ولا لا؟ مين؟ جلجل جلاجل جلاجيله فرع الشقاوة. المعلم مش هاني لسه ما جاء. اصل انا جوع راسني قلت اجي اتعشى معاكم مره تانية. ايه يكون المعلم هنا؟ الله جرايه سعدية انت داخله فيها شمال كده ليه؟ معلش لولا البخت كان زمانك مرات انا. لكن ما حصلش. ابوك اللي مرضيش. انا طلبتك منه لكن قال لي انه مش هجوزك لجزار، لكن بعد كده رجع في كلامه وهو جوزك للمعلم جزار ابن جزار وامه جزاره كمان. انا اللي مرضتش اتجوزه. ليه يا سعديه؟ عشان رجلي؟ ليه؟ لا ابدا يا جلجل مش عشان كده. امال عشان ايه؟ بصراحه يا جلجل انت مفيش بنت في الحته تقدر تتجوزك. ليه؟ عشان بتحب نعيمه بنت ام نعيمه. الناس كلها عارفه كده، كل الحته بتقول انك مجنون. نعيمه؟ نعيمه؟ نعيمة فين وانا فين يا سعدية؟ نعيمة دخلت مدارس وتعلمت بقت ست هانم ومحامية قد الدنيا. ما تقول لنفسك يا جلجي، ما تفوق لروحك ياض. نعيمة بقت حاجة تانية. مش هي نعيمة صاحبتنا اللي كانت بتلعب معانا واحنا عيال صغيرين؟ مساء الخير يا وزي. يسعد مساك يا معلم. انت بتعمل ايه هنا؟ لا ده انا مسكت فيه اتعشى معانا يا معلم. وتمسكي فيه ليه؟ ما تقوليش تمسكي فيه ولا بحد غيره، فاهمه؟ خلاص ما تزعلش نفسك يا معلم، ما تزعلش نفسك. انزل اتعشى بره. يكون احسن. ما تبقاش تيجي هنا البيت بدون علمي. حرام عليك يا معلم. حرمت عليه عيشته، وانت ازاي بدك تدخلي راجل البيت بدون علمي؟ يلا صباح ورينا الهمه. صباح يا فين؟
صباح. جلاجيل وفرع الشقاوة. ازيك يا واد؟ محدش بيشوفك ليه؟ نفسك كبرت علينا ولا ايه؟ انتي انت حلويتي يا بت. خمسة وخمسة في عينك. مالك بتبصلي كده ليه؟ هتاكلني ولا ايه؟ وعد الله نفسي اكلك يا صباح. باين عليك. قبضني الاول. عينيا. خدي. ايه دول؟ 26 صيغ. حلوين ها؟ حلوين علشانك. خد الكلام ده كان زمان. انا دلوقتي بقيت حاجه تانيه. هو شغل عافيه يا جلجل؟ طب المطلوب كام؟ علشان خاطرك انت؟ عشان خاطر انا. خمسة جنيه بس. خمسة جنيه مصححين؟ خسارة فيها يا جلجل؟ طب ده غيرك بيديني 10 و20. لا هو مش خسارة بس. طب أقول لك، خدي دول والباقي بكرة. اصبر بقى أنت لبكرة. ما أنا مش قادر. ما أنا عارفة إنك مش قادر. طب يا لهوي يا جدعان، ده أنت تطلعتي لقط. اسمع يا جلجل. ما تروح للمعلم وتاخد منه الخمسة جنيه. يوه مش هيرضى، ده نيتن. مش هيرضى ليه؟ انت مش راجل ولا ايه؟ ده انا راجل ونص صبوح كده. طب روح له بقى، خد منه الخمسة جنيه وهترجع تلاقيني مستنياك هنا. بس ما تغيبش. هغيب. مش تعد الفلوس قبل ما تشيلها يا معلم. هعد وراك برضو. الدار امان، ده احنا معلمين زي بعض. وامتى هتستلم البضاعة يا معلم؟ الصبحية العجوز هيدفن البضاعة، والعصرية هتجيبوا الميت وتدفنوه وتشيلوا البضاعة زيكم. لا انا مصدقك خلاص. انت تجيب الخمسة جنيه وبس. هتعمل بيهم ايه؟ هعمل زي ما انت بتعمل كده، ولا فاكرني مش راجل زيك ولا ايه؟ طب قول من قدامي يا راجل. انت اللي نطع وستين نطع كمان. بتضربنا انا ذكي وهقتلك كمان. تقتلني؟ طيب هنشوف مين فينا المعلم يا زكي. هنشوف مين المعلم. يخسى عليك، كان زي القطه المغمضه خدتك وربيتك وخليتك بني ادم، ودلوقتي جاي تتبجع فيا. طيب هنشوف معلمتي ولا معلمتك يا معلم. نعم يا فرع الشقاوة. المعلم عايز العباية، أصل الدنيا بردت حبتين. انا اتفضل وريني عبد الكافي. جا
انت عايز ايه يا جلجي؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ شباك خايف حد يشوف من الفضايا. تقول تقفله ولا اقفله؟ لا خليك هقفله انا. وقطع لها دومة يا معلم. أنا المعلم زكي. أنا المعلم زكي. استفرد مراتي الكلب. جلال قم من هنا دلوقتي يا جلال. ما يقومش يسحب اعرج الكلب. ابعد من هنا. يلا يلا يا جلال اسحب يا كلب. أنا المعلم زكي. أنا المعلم زكي. أنا المعلم زكي. يا رجالة يا رجالة يا رجالة. الله إيه بطلت راس ليه تعبت؟ لا أبدا هدى يا اللي تعبت. حلمك عليها شوية يا دكتور. مش كل ليلة رأس رأس. هدى مش حمل كده. وبعدين خف شوية هدى اللعب. هدى قدامك العمر كله. وامتى بقى هيشرف الكتكوت؟ الكتكوت والعقل البامبينو. حرام عليك ده احنا لسه متجوزين. لا انتوا لازم تلحقوا عشان تربوه انتوا صغيرين. على فكره الكتاب بتاعي لازم تطبعه قبل السنه الدراسيه الجديده. عيب يا دكتور ده حديد جوازكم. ولعلمك بقى الكتاب خلص. ولازم تعرف انك بتتعامل مع اجدع واحسن مطبعه في مصر. مش كده روحي؟ المطبعه تحت امرك يا دكتور. وعلى فكره كل نسخه جاهزه تيجي تاخدها في اي وقت. لو ما قلتليش يا علوه انت ناوي تخلف امتى؟ شكرا يا جماعه على الصاله اللطيفه دي. طبعا يا مع السلامه. معلش دكتور مع السلامه. مع السلامه. علي ماله؟ علي تعبان؟ لا يا عبيد ده راح يعمل بنصيحتك. يا ابني ليه تصوري طلع عسكى مني. الله انت فهمتي نصيحتي؟ طب ما تيجي نعمل بنصيحتي. هو انت كده ما يفوتكيش حاجه ابدا يا لبنى؟ الا الحاجات دي بالذات لا يمكن تفوتني ابدا. الارض
مساء الخير. اهلا اهلا نورك. ازيك يا لب؟ ازيك يا علي؟ ازي صحتك؟ الحمد لله. الله، ايه يا علي انت بتبصيلي كده ليه؟ تعرفي ان الليله دي حلوه قوي. وما عرفتش زغر الليله دي؟ عايزين حاجه يترقص عليها يا ناس. حضرتك بتحب تسمع مين بقى؟ اي حاجه غير لفرانك ده، ده فينو. عايزين حاجه بلدي، حاجه تفرفشنا بقى. حاضر. الله بلدي. طب يلا يا لبنى عشان تقولوش عليك. لا 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 يا علي. يلا بس مش معقول بقى. يلا يا جماعه لبنى عايزين كده. عندي لبنى عندي لبنى عندي لبنى عندي لبنى عندي بعرفك بالدكتور سعيد السعيد. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. وحضرتك بقى دكتور في ايه؟ انا طبيب امراض نفسيه. مش واخد بالي. راس البلد. أنا معرفش. روح ارقص يا عم. مش ممكن. شوية كده. على إذنك أرقص بس. اتسرعتي في الشقه القديمه بتاعتك دي. سوريا هي اللي استعجلت، اصلا كانت محتاجه الفلوس. تليكو كمان بعتوها بتراب الفلوس. خساره خساره. ولا خساره ولا حاجه، يعني كنا هنعمل بيها ايه؟ ما كانت مقفوله. برضه كانت هتنفع. انما ايه الشياكه دي كلها النهارده؟ حلوه. حلو. تخلص كليه وتيجي على طول. انا بقعد لوحدي خايفه. ما هي سوريا هتيجي تقعد معاكي. سوريا هتيجي امتى؟ انا كلمتها في التليفون قبل ما اجي. زمان انا جاي تلاقيها. يمكن هي دي جت صحيح. فعلا.
بنلعب احلى من الليل. بس انتوا برضو اتسرعتوا في الشقة دي. هدى مساء الخير. مساء الخير. انت ايه اللي مصحيك لغايه دلوقتي؟ وانت ايه اللي مأخرك لغايه دلوقتي؟ انا كنت مستنيك عشان هقول لك على مفاجأة حلوة قوي. خير؟ اصل انا وسرايا رحنا للدكتور. ايه ده يا علي؟ انت مبلول كده ليه؟ اصل ال المطرة مطرت جامد قوي. ما حصلش، ما مطرتش خالص. ازاي بقى؟ مطرت في المهندسين. تمطر في المهندسين والمعادي؟ لا مش معقول. معقول قوي، دي محافظة ودي محافظة تانية خالص. انت مش واخدة بالك ولا ايه؟ لا ما قلتليش بقى، انت كنت عايزة تقولي لي حاجة. هقول لك اسعد خبر في حياتنا. خير؟ انا حامل. معقولة؟ انت متأكدة؟ بتتكلمي جد؟ ايوه. اختك سرايا عرفت؟ ايوه. صحابك كلهم عرفوا؟ لسه. لا لازم تقولي لكل الناس. انا هقوم اكلم بابا في التليفون دلوقتي واقول له. لا من هنا ورايح ما تعمليش اي حاجه، ما تشيليش حاجه تقيله ولا خفيفه، ما تشيليش حاجه خالص، والاحسن بقى انك تنامي في السرير وما تتحركيش. ايه ده؟ مين الدكتور اللي قال لك كده؟ لا الدكتور كمال الشناوي كان دايما يقول كده ثانيه في الافلام. اهلا يا علي. اهلا يا هدى. اهلا لابن هانم. اهلا. وزي صلاح بيه؟ انتوا مش اصحاب ولا ايه؟ المفروض تسال عنه بالتليفون تزوره، ده احنا بقالنا شهرين ما شفناكوش. ايه نسيتونا؟ يا خبر يا لبنى ما تقوليش كده، اصل انا وعلي كنا مشغولين قوي اليومين اللي فاتوا. لبنى كانت عايزه توصلني، قلت لها ما اقدرش اروح من غيرك. ميرسي قوي يا هانم. انت لازم هتتغدي معانا النهارده. ميرسي قوي. انا مش هقدر، اصل صلاح منتظرني على الغدا وهو مش ممكن ياكل من غيري. يعني لو ما كنتش رحت لك الكلية ما كنتش هشوفك. ربنا ستر وصلاح ما خدش باله. المهم عدت على خير. ايه السيجارة دي؟ حلوة مش كده؟ يا ريت يا لبنى نبطل تفكير في المواضيع دي ونخلي علاقتنا زي الأول، صداقة واحترام. خلاص ما دام انت شايف كده دي أحسن حاجة. هي ست مننا عايزه ايه غير صديق مخلص يحترمها؟ مش كده برضه؟ وهي كمان تحترمه وتديله حنانها وتشتكيله هو يسمعها، زي عصفورين طايرين روح واحده في جسدين. معقوله يا علي انت اتجننت؟ انت اللي اتجنني. انا خايفه لو هدى تيجي. هدى ما بتجيش قبل انا ما افوت اجيبها من الكليه. والحب والاخلاص هما اساس التوافق في العلاقه الزوجيه، كما ان الثقه المتبادله بين الزوجين تزيد من الترابط بينهما والسعاده الزوجيه. في ايه يا دكتور؟ من فضلكم سيبوها شويه ما تمنعوش عنها الهوا. خالد روح عند الدكتور علي بسرعه. علي ما عندوش محاضرات النهارده. Thank you.
ناجي اللي كانت معاه تقوم تقتله. هي رايه وسكينه. اخر النهار هي في غيبوبه نتيجه الصدمه. هتفوق يا فندم. مدام لبنى سلحدار يا فندم، الدكتور خرج لها رصاصه من رقبتها. المتهمه لازم تخرج من هنا وتتحجز في اوضه لوحدها. متهمه ابني جوه وعاوز اشوفه. عاوز اشوفه. ممنوع يا فندم. ممنوع. عاوز اطمن عليه. علي علي ابني. علي علي ابني بخير يا دكتور؟ الرصاصه لو اتحركت في خطر على حياته. انت لسه ما طلعتوش الرصاصه؟ طلعنا واحده والتانيه مستقره قريبه من المخ. امال هتطلع امتى؟ لما حالته الصحيه تتحسن ويستحمل العمليه. علي علي ابني. علي علي حبيبي يا ابني. فوق. قتلتيها وكلمة منك لله منك لله. هي اللي قتلته ولا هو اللي قتلها بعملته السود المهببة؟ لا يا ناس، سيبتها وعلى سريرها يا قبلة يا قبلة. حبيبتي يا اي خدمه يا فندم؟ دي مطبعه السيده لبنى سليمان السلحدار. ايوه يا فندم. انت بتشتغل هنا؟ طب اتفضل معايا في الميكروفون. اتفضل. حبيب يا صلاح عشوي. ايوه انا صلاح العشوي. زوج مدام لبنى سليمان؟ ايوه انا زوج ايه الموضوع بالظبط؟ يوسفنا بلغك يا صلاح بيه ان المدام في المستشفى. مستشفى؟ ايه اللي حصل له؟ صلاح بيه أرجوك تمالك أعصابك، الموقف حساس وكله ملابسات. هات الهدوم اللي معاك يا عسكري. الحكايه حضرتك، مراتي مالها؟ ماتت؟ هي اصيبت بطلق ناري في منزل الدكتور علي عبد القوي. علي اللي ده هناك وهي في انهي مستشفى؟ انا لازم اروح لها حالا. طبعا هزورها صلاح بيه، بس في شويه اجراءات لازم نعملها هنا لان المستشفى مكان غير مناسب لاخذ اخواتها. اولا احنا عايزين نعرف. انا اللي عايز اعرف مين اللي ضرب مراتي برصاص؟ تقريبا هدى مرات الدكتور علي عبد القوي هي اللي ضربتهم بالنار. طب وهدى عملت كده ليه؟ تقريبا ظبطتهم متلبسين في اوضه نوم. مستحيل مستحيل مراتي تعمل حاجه زي كده. لا مؤكد في حاجه غلط. مراتي بريئه. اؤكد لك يا حضره الضابط ان مراتي بريئه. اطمن يا صلاح بيه، في الحالات اللي زي دي البوليس ما يقدرش يعمل حاجه. يبقى الإعدام هو الحكم العادل اللي زيها. الإعدام هو الحكم اللي هيبرد ناري. أنا محتاج لنقل دم. هنشوف فصيلته لأن فصيلته نادرة. خد العينة وتأكدي من الفصيلة. هي يا دكتور، ده ابني. أنا متأكد إن دمه دمي. يا رب يا رب.
هي نفس الفصيلة. اتفضل. مش قلت لك يا دكتور؟ أنا مش عارفة عملت كده إزاي. أنا مكنتش واعي. حقيقي افتكرت في حرمي في أوضة النوم. بس حتى لو كان في حرمي مكنتش هضربه برصاص. أمال خدت المسدس ليه؟ مش عارفة. يمكن علشان أشجع نفسي. بس؟ أمال ضربتهم ليه؟ الدنيا لفت بيا لما شفت. شفت إيه؟ شفت جوزي في السرير مع واحدة. كنت عارفة إن الواحدة ديت لبنى سليمان السلحدار؟ لا، أنا كنت مذهول، مش داري أنا باللي بعمله. ما حصلش حاجة بيني وبين الدكتور علي. طب إيه سبب وجودك في شقة هدى؟ إحنا أصحاب، وأنا كنت متعودة أزورها. طبعاً بتزوريها وهي موجودة. استنيتها لحد ما تيجي، لأن الدكتور علي صديقنا أنا وجوزي. أنت عارفة الصبح إن أنا بكون في الجامعة. أنت عمرك ما زرتيني في بيتي لوحدك، ودايماً كان بيبقى معاكي جوزك. يا مدام لبنى، أنت بتقولي إنك كنت في زيارة، لكن البوليس لما جه البيت لقاكي أنت والدكتور علي بدون ملابس. أنا ما كنتش عريانة. دي دخلت المستشفى عريانة. لا، أنا كنت بالكمبين. وأنت متعودة تزوريهم بالكمبين؟ لا، أصل القهوة لما وقعت على الفستان اضطريت أقلعها علشان أنشفه. يعني ما كنتوش بتعملوا حاجة؟ لا، أنا بحب جوزي. وليه هدى ضربتكوا بالرصاص ما دام ما كنتوش بتعملوا حاجة؟ ما أعرفش، يمكن كان في حاجة بينها وبين جوزها وكانت عايزة تقتله. يا مدام هدى، أنت كنت بتشكي إن كان في علاقة بين جوزك وبين لبنى؟ أنا كنت باثق في جوزي جدا، وعمري ما تخيلت إني أشوفه الوضع ده. جوزك ما كانش خايف إنك ترجعي وتظبطيهم؟ أكيد ما كانش في وعيه، لأن لو كان في وعيه ما كانش يعمل كده. علي بالذات مش ممكن يعمل كده. أنا عنايات عبد الحميد المحامية، حاضرة مع هدى عمار. تحول لبنى سليمان السلحدار للتوقيع الشرعي لبيان واقعة الزنا من عدمها. سيادة النائب، موكلتي حامل، وما زالت الحالة العصبية مأثرة عليها. أرجو مراعاة حالتها الصحية. يخلى سبيل المتهمة هدى عمار بكفالة 500 جنيه. عشان موقفك يبقى قوي في القضية، لابد من تحقيق عنصرين مهمين. أولاً إصابة الزوج ما تكونش قاتلة. إن شاء الله هيخف وهيبقى كويس، وهيسامحني، لأن هو الوحيد اللي هيقدر الإحساس اللي حسيت بيه لما شفته معاها. المهم إن المحكمة هي اللي تقدر ده. ثانياً لابد من إثبات واقعة الزنا، وده إما بشهادة الشهود، وده مش ممكن طبعاً، أو باعتراف الزوج. وعلي مش ممكن هينكر. وهو كمان هينكر. يا عيني عليك يا أختي، هي كانت دريانة بروحها ولا باللي عملته ساعة ما شافت المنظر المنيل ده. هو فعلا منظر فظيع جدا، بس ده ما يمنعش انها في نظر القانون قاتله. الحمد لله، الحمد لله على سلامتك يا ابني. فين منها لله، ربنا ينتقم منها المجرمة. أنا مش عارف، مش عارف ليه عملت فيها كده. أنت ما عملتش حاجة يا ابني. كنت وماله؟ ونفرض عملت كده، تقوم تضربك بالنار؟ هدى معذورة، خيانة، خيانة، خيانة مؤلمة. أنت عارف يا مجرمة. ها بحبها. هي ما تستاهلش حبك يا ابني. لازم أعترف. هيلا هيلا هدى هتتأذي لو اعترفت. أنت اللي هتروح في داهية. انت راجل متجوز والقانون هيحاكمك بتهمه الزنا. انا لا يمكن اقف اتفرج عليك واسيبك تضيع مني. لا لا لا، ما تحركش يا ابني، اي حركه خطر عليك كده. يا صلاح، اقعد في المستشفى اسبوع وما تفكرش تيجي تطمن عليا. للدرجه دي هانت عليك مراتك؟ مراتي
مش وقت الكلام ده دلوقتي. دي طلبتيني ليه؟ لانك جوزي والمفروض تقف جنبي في المصيبه اللي انا فيها دي. شفت هدى بتتهمني بايه؟ حد يصدق كده؟ انت لازم تعرف اني بريئه واني مستحيل افكر اني اخونك. وانا مستحيل اقبل ان مراتي تكون واحده زيك، لانك عارفه هانم كويس قوي ان الراجل عارفه يعني ايه راجل. يعني ما يشرفنيش ان واحده زيك تحمل اسمي بعد اللي عملتيه ده. ما تصدقش كلام الناس يا صلاح. ليه عملتي كده؟ ده انا عمري ما قصرت في حقك. طول عمري وانا متفرغ لخدمتك شايف مصالحك قبل ما بشوف مصالحي. دلوقتي عرفت قيمتك. كل حاجه هكتبها باسمك، المطبخ والشقه والعربيه وال لا يا هانم، مش هتشتريني بفلوسك لان شرفي ما بيتباعش بالفلوس. على فكره دي اخر مره هشوف فيها وشك. ما تقولش كده يا صلاح، انت عارف انا قد ايه بحبك. انا هبقى خدمتك وهعمل كل اللي يريحك. ريحيني انت من خلقتك، اشرف لك انك تموتي نفسك وتخلصيني من عارك. اختار النيابه هيوصلك بكره ولا بعده. انا رفعت عليك يا بيت زنا. ابني تعبان يا سيد النائب. انا مش هتقل عليه، دي كلمه واحده اللي عايز اسمعها منه. ابني بيهلوس من البنج والادويه والمعدات. الدكتور صرح لي باستجوابه. لو صممت على كده هحملك المسؤوليه. في ايه يا جماعه؟ انت والدكتور. ازيك يا علي؟ في النور. البيشن حالته خطيرة وضروري نقل أوضة العمليات حالا. محاولة إزالة الرصاصة هتسبب مضاعفات خطيرة، لأن الرصاصة مستقرة في المخ في مكان قريب من المراكز العصبية، وأي مجهود بسيط ممكن يحرك الرصاصة. قضية ثلاثة رول. هدى عبد الهادي عمار. أنا يا عبد الحميد حاضرة مع المتهمة. ضربتي جوزك بالنار يا هدى؟ جاوبي على السؤال. ايوه. وضربت المجني عليها لبنى سليمان السلحدار؟ ايوه. ليه؟ خرجت عن وعي لما لقيتهم مع بعض في سريري. النيابه هتطلب توقيع اقصى العقوبه على المتهمه بالمواد 45 و46 فقره اولى و230 عقوبات. فالمتهمه تدعي كذبا ان زوجها كان يخونها مع المجني عليها، لكن جريمة الزنا لم تثبت في الأوراق ولم يقم عليها دليل واحد سوى أقوال المتهم، وهي تدعي ذلك لتكسب ظرفا مخففا تدافع به عن نفسها. والحقيقة الثابتة أن المتهمة تركت عملها يوم الحادث في غير الأوقات التي اعتادت فيها ذلك، لأنها كانت تعلم بوجود المجني عليها مع زوجها، وكانت نية القتل متوفرة بدليل أنها جهزت سلاحا قاتلا بطبيعته المسدس، وأطلقت عليهما الرصاص بقصد القتل، ونتج عن ذلك إصابات شديدة لم تؤدي لموت المجني عليها لظروف خارجة عن إرادة المتهمة. كما أن الزوج في حالة خطرة ويخشى عليه من الموت نتيجة الإصابة. الدفاع. سيدي الرئيس، وجود رجل وامرأة شبه عرايا في فراش واحد دليل لا يقبل الشك على واقعة الزنا. المنطق بيقول كده. المحكمة ليها الأدلة المادية الملموسة، والطبيب الشرعي ما قدرش يثبت إذا كان حصل زنا ولا ما حصلش. وما ذنب المتهم؟ دي غلطة المباحث، لأنها اتأخرت في عرض المجني عليها على الطبيب الشرعي. ومن المعروف أن معالم الزنا تضيع بعد 48 ساعة من الواقعة. ومن سوء حظ الزوجة أن الفراش كان عليه دم المجني عليهما، مما أفسد أي معالم كان ممكن تساعد الطبيب الشرعي في إثبات الزنا، ولا يجب أن تضار الزوجة من هذا القصور.
أما بالنسبة لتوفر نية القتل المسبقة فأنا عندي شاهدة نفي لم تسمح ظروف الدعوة بسماع أقوالها في تحقيقات النيابة، وأنا متمسكة بسماع أقوالها. مين الشاهدة؟ سوزان عبد المقصود، وأطلب من عدالتكم تكليف النيابة باستدعائها. طب ليه يا أستاذة ما عملتيش الإعلان؟ لضيق الوقت، ولم يكن في التصور أن النيابة ستقدم المتهمة بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد. عن أجل القضية نشوف حضرتك، ما قدمناش إلا التأجيل بعد العطلة القضائية. مفيش حل غير كده، القضية لسه فيها أركان كتيرة ما اكتملتش. تؤجل لدور أكتوبر المقبل مع حبس المتهمة على ذمة القضية وتكليف النيابة بإعلان شاهدة النفي. رفعت الجلسة. استني موتي. الموت كان احسن لواحدة فجرة زيك. وايه اللي معادك في بيت الفجرة اللي زيي؟ وان انا ورايح انت في حالك وانا في حالي، ولساني مش هيخاطب لسانك. احسن حاجة تعمليها انك تخش اوضتك ما تورينيش خلقتك. وايه اللي يجبرني على كده؟ ايه اللي يجبرني اعيش مع واحد رفع علي قضية زنا؟ خلاص اتفضلي امشي. بابي فوت جمل. انت اللي تخرج بره، ده بيتي. انت لو عندك كرامة كنت سبت البيت ده من زمان. انا يا هانم لو ما عنديش كرامة كنت سبتك داير على حل شعرك، وانا اول ما هلاقي سكن هسيب لك البيت ده يتربع على دماغك. انت اللي هتسيبه دلوقتي حالا. انت عارفة ده معناه ايه؟ انك بتطرديني. ايوه بطردك. برا، اطلع برا. انا كمان ما يشرفنيش اقعد في بيت واحدة فجرة. استنى عندك. على فكرة انا ما عنديش مانع اتفاهم معاكي بس على شرط. من غير شروط. هات المفاتيح. المفاتيح دي كلها بتاعتي، مفتاح الشقة ومفتاح العربية والدفع. من غير ما تنضرب بالنار. بره. مستني ايه؟ هدومي. انا كل اللي طالباه اني اولد بره السجن يومين وارجع تاني. الطلب اترفض يا هدى. على العموم انت لسه في الشهر السابع. على فكره مستشفى السجن فيها رعايه كويسه، مش هيتكتب في شهاده الميلاد اني اتولد في السجن. اطمني يا هدى. انا عايزه اطمن على علي. علي لسه تعبان، تقريبا في غيبوبه. يا رب يا رب اشفيه يا رب. لو خف مركزك في القضية هيتحسن قوي. ربنا يعلم قد ايه انا بدايله من قلبي، مش عشان القضية، عشان بحبه. نفسي ابقى جنبه واشوف الفرحة في عينيه وهو شايل ابنه بين ايديه. الزيارة انتهت يا استاذ عنيات.
هدى خلي بالك من نفسك وربنا معاكي ومع علي ويبعد عنه ابوه. ابوه؟ ليه بتقولي كده؟ لا ابدا، بس ابوه عشان ينتقم منك بيحاول يزرع الكره في قلب علي. الحب اللي بيني وبين علي مش ممكن يتقلب لكره. زو جاتي الحبيبة هدى. سامحيني لأني خنتك. ما لبنى يوم الحادث فأنا مستعد أشهد بكذا. كفايه كده، ما تتعبش نفسك، امضي بس اسمك. خليتني ممكن اخدها، هي اللي خليتني اقدر اخدها. ازاي؟ هي هتفهم. طب ارتاح انت، بلاش تتكلم. بتعمل ايه يعني؟ عملت ايه في ابني؟ ايه اللي مخبيه ده؟ ايه اللي مخبيه ده؟ هي ما ازاي تكتبي حاجه زي دي؟ علي عايز ينقذ مراته. بالاعتراف ده المفروض المحكمه تشنقها 10 مرات. ما تحركش يا ابني، ما تحركش. ليه عملت كده؟ خدها ما تستحقش كل ده. لا مش هشم عليك. دي الانسانه الوحيده اللي حبيتها في حياتي، هفضل احبها لاخر نفس. انا لا لا، رايح فين يا ابني؟ رايح فين؟ ما تحركش. انا هروح المحكمه واعترف. لا اعترف اني كنت. لا 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 مستحيل عشان طلعها براها. لا عايش عمري حاول انساها. الكابوس، الكابوس ده. لا 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 علي 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 رد علي يا علي، رد علي 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 علي، رد على بابا، رد على بابا. اسمع كلام امك، ما تسمعش كلام ابوك. اسمع كلام امك يا واد، ما تسمعش كلام ابوك. ودي قط السفرة والعنبر ده كله عنبر.
منبري الآن. يا اختي دخلها عشان ابن سبعة. يا اختي حسوا في الدنيا، ربنا يخلوه لها، ده باروكة العنبر. ده هيبقى تسليتنا الوحيدة. بكرة ياخدوه مننا زي ما خدوا التلفزيون. القضية 712 جنح القاهرة، المتهمة فيها لبنى سليمان السلحدار. نيابة. إن جريمة الزنا من الجرائم التي استوجبت الحد في الإسلام، وجزاؤها الرجم حتى الموت، لأنها الجريمة التي يهتز لها عرش الله جل جلاله. وزوجها ينتظر من العدالة أن تثأر لشرفه وتغسل له عاره، والمجتمع ينتظر من العدالة توقيع أقصى العقوبة على المتهمة بالمادة 274 من قانون العقوبات. ها لسه بتنكري يا لبنى؟ لا أنا بعترف إني خنت جوزي، بس قبل ما تحكموني على قضية الزنا اسألوني أنا عملت كده ليه؟ هو الزنا له أسباب؟ أنت عايزة تبرر الخيانة؟ الدفاع. بعد أن فاجأتني بوكلتي باعترافها وجعلت مهمتي صعبة، أرجو من هيئة المحكمة أن يتسع صدرها لما سأقول، كما أرجو أن تنظروا بعين الرأفة والرحمة مع الأخذ بالاعتبار الظروف والملابسات. أنت كاتب مذكرة يا أستاذ. في الحقيقة أنا كنت كاتب مذكرة، لكن بعد اعتراف موكلتي أصبحت الآن غير ظرف الموضوع. أنت مين؟ إيه اللي جابك هنا؟ أنا صلاح السيسي زوج المتهم. لو سمحت أنا متنازل عن القضية. وإيه اللي أخرك دلوقتي؟ ده إحنا كنا على وشك إنه تقول الحكم. يا فندم أنا من حقي أتنازل عن القضية في أي مرحلة من مراحلها. أنت بتشتغل إيه يعني؟ محامي؟ أنا مدير مطبعة. مطبعة إيه؟ مطبعة الدنيا الجديدة. المطبعة دي بتاعت مين؟ مطبعة الست لبنى سليمان السلحدار مراتي. حكمت المحكمة بانتباه الدعوة العمومية لتنازل المجني عليه عن شكواه. يا حبيبي مفيش جورنال كبير في العالم ما اتكلمش على الاختراع بتاعك ده. لا والمجلات كمان. لا وكلهم بيقولوا ان الاختراع ده هيقلب الدنيا. مش بيجي يقفل كل مصانع السيارات اللي في العالم. طبعا يا شادي مسألة صغيرة. لا انا كل اللي هاميني ان الاختراع ده هيخلي اسم مصر لفوق 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 اكبر من الدنيا كلها. انا اسعد انسان في الدنيا، اسعد انسان يا عايشة. عارفة ليه يا عايشة؟ ليه؟ عارفه ليه؟ ليه؟ علشان انت جنبي حبيب. عشان انت جنبي ودايما جنبي يا عيسى، مفيش حاجه مناقص علي عيشتي غير الراجل اللي اسمه ابو اليزيد دي. الله يخرب بيته. رقاصه في رقاصه في المركز يا عيسى. Yeah.
السهر الجميل دي ليلة ولا كل الليالي يا ليالي. السهر دي كان عندي بنت اسمها عيش تضرب بلانس فستان يطير اتغرب اسمها زي الهيلو اتكتك تك المية دي الملاشان وطفي نار البردان يا حلاوتي المية والبانيو مليان البانيو مليان ستاير النسيان نزلت بقى لها زمان يا بتاع الرمان رمانة خربان يا بتاع الرمان رمانة خربان انا انت مين؟ احنا المعلمين معلمين ادي اللي ماشيني وبسحبي بغسل البنات بغسل البنات يا حوزتك يا حوزتك يا محمود يا زاهر عبد الظاهر ليك مفاجأة مش كده؟ هي مفاجأة بعقل طبعا مفاجأة لما قلت هاني 100% في غلط في الأوضة لا مفيش زي طب انت مين؟ أنا سونيا سونيا ولا سوبيا بالقرفة مين يعني؟ واحدة زي القمر ايوه زي القمر ما قلناش حاجة بس دخلت هنا ازاي؟ يمكن الحمام مشترك بيني وايه المانع؟ لا مفيش مانع ولا حاجة بس نرتيبة مع بعضينا عشان انت تخشي مرة ونخش مرة ما نكسرش حياة بعض دمك خفيف قوي يا مضروب يا دير النبي ترتيب ايه ده؟ بتعمل ايه؟ استر نفسي استهاني ما الله يسترها معاك استر نفسي عايز اخرج تخرج تخرج تروح فين؟ انا مش عاجباك ولا ايه؟ لا انا ما قلتش حاجه انت هتعجبي الباشي بس لا مؤاخذه يعني انت المستقبل قدامك اخضر لسه وبعدين تبوظي اخلاقي خايف عليكي وبعدين لا مؤاخذه استعاني لا مؤاخذه لا مؤاخذه هنقضي الليله سوا اهدي اهل القرارات السريعه دي مين ومين؟ انا وانت
أداء. معجبة. معجبة بمين؟ كل حاجة فيك عاجباني. استني انت شايفه غلط، انت شايفه المسائل سكوب. انما يعني لو بقعدي حاسب ساتر حاسب ساتر يا حاسبي. فاول فاول يا حاكم. يا انيسي يا انيسي انا في عرضك، استوري عرضي. انت ما عندكيش ولا يا ولا. من ساعه ما عينيا وقعت عليك وانا مش قادره اقاوم رجولتك. الكلام ده الكلام ده مزمزال. انا في عرضك في عرضك. انت اصلك مش عارف قيمه نفسك. ها الكلام اللي بتقوليه ده مزمزال في عرضك. يعني امشي؟ لا امشي. امشي احسن كده. امشي امشي. لا مؤاخذة، المفروض البس القميص الاول. ثانية واحدة. ايوه انا ماشي. انتي قاعدة؟ ما تمشي. ها؟ اني ماشي. انتي قاعدة هنا؟ واني ماشي. امشي؟ انت حر؟ امشي؟ وامشي ليه؟ امشي ليه؟ اللي عايز يمشي يمشي هو، انا ما امشيش. امشي. 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 الو. ايه يا محمود انت فين يا حبيبي؟ الله انت نايم ولا ايه؟ لا ابدا مش نايم. امال بتعمل ايه؟ ابدا اني 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 بعرف كتاب. نعم بتعمل ايه؟ بعرف كتاب. كتاب ايه ده يا حبيبي؟ كتاب في الذرة. اما الذرة دي عايشة، الذرة دي اتضح انها ليها حق في البلاوي المتالتلة اللي بتعملها في الناس. يا لهوي الله. الله اللي بيترقى عندك ده يا محمود؟ ما هي دي الذرة عايشة. الذرة بتترقى؟ اصل الذرة مولعة عايشة مولعة. والله ما انا فاهمة حاجة من اللي بتقوله، لكن قولي الكتاب ده لقيته فين؟ لقيته في البانيو، قصدي في الاوتيل. الظاهر يا عايشة انهم بيدوا على كل اوضة كتاب. ايوه يعني تاخد الاوضة بكتابها. انما كتاب ايه؟ ويلها يا عايشة ويلها. خرابي. ايه دي ايه دي نهايته؟ اسيبك تخلص الكتاب. داني هخلص لك على الكتاب كله صافحة صافحة، ويمكن الاقعه. تصبح على خير يا حبيبي. باي باي. بقول ايه؟ مش ناخد كاس الاول؟ كاس كاس بس ده كاس، والدوري والاولمبياد كمان. يلا. ادي ادي يا ناس قاعدة صواريخ متنقلة. ادي ويسكي ليلتنا اطلاع وثقافة. اشرب ويسكي اشرب ويسكي اشرب ويسكي اشرب ويسكي. خلي يومك طين. اديها هادي خراشي. يا ليل يا عيني يا عيني يا 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 ليل، يا مزوقين الحلاوة كل ساعة لون. سر الجمال في الحلاوة ومش مهم اللون. We'll be right back.
سوبي الشنطة فاضية روح خالتك. فكاني كرودي الاختراع في الحفظ والصان يا حلو انت. غلبتني. شكري شكان وبالشمال كمان ماشي. يا صايع انت هاد الضربات يا متغزية كل ده يطلع منك. يخرب بيتك. انا كده واوا خلينا حلوين خلينا حلوين مع بعض بقى بلاش نظرة تقل دي. خلاص سوري. لا ما دام سوري خلاص احنا اخوات. تتكلم ازاي احنا اخوات خليكي نعمة معايا خليكي نعمة معايا بيتك كده. انت ما ضربتش فيك ليلة امبارح. لا لا انا سكت لك قوي بقى رخص. انت علي دي حضن كبير بقى حضن كبير بقى تعليلي يا مخدتي تعليلي يا مخدتي يا مريحاني تعليلي. أنا يخش عليها شغل هجايز دي اهو الاختراع الجميل. اذا كنت انت سونيا انا معايا الفوني.